مين هي الأميرة جليلة؟ سندريلا حفل زفاف ولي عهد الأردن. كانت عاملة زي السندريلا وأيقونة في غاية الجمال. بإطلالتها الرقيقة الجذابة خطفت أنظار العالم كله. في حفل الزفاف الأقرب للشعب الأردني ولي عهد الأردن الأمير الحسين ابن عبد الله والأميرة رجوة. كانت هي الأميرة الهاشمية جليلة بنت علي بنت الحسين. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الأميرة جليلة وعلاقتها بابن عمها الامير هاشم ابن ملك الاردن تابع الفيديو للنهايه. في حفل زفاف الامير الحسين اتميز كتير من الحضور سواء شخصيات عربيه او دوليه بالاناقه والجمال. وكان ما بينهم الاميره جليله بنت الامير الاردني علي بن الحسين ابن طلال وامها الصحفيه ريم بنت وزير الخارجيه الجزائري السابق الابراهيمي. جليله تميزت بجمال ناعم لفت انظار كتير من حواليها. تحديدا بسبب شعرها الأشقر وعيونها الملونة وكانت لابسة فستان من دار الأزياء العالمية إترو والمعروف عنه أنه مكان للأناقة والرقي وكانت تسريحة شعرها متألقة جدا وكملت الجمال ده بشوية مجوهرات راقية والحقيقة كان شكلها هادي وجميل جدا الأميرة جليلة حرصت على المشاركة في الصور العائلية التذكارية مع العروسين ابن عمها الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة وظهرت جنب أخوها الأمير عبدالله بن علي وبنات عمها الأميرة رايا النور بنت هاشم وأختها هالة النور وكلهم الحقيقة كانوا ملفتين للأنظار بأناقتهم وجمالهم لك أن تتخيل أن سعر الفستان اللي ارتدته الأميرة جليلة 2023 يورو وده حسب وسائل إعلام محلية أردنية بتعتبر الأميرة جليلة رقم تسعة في العيلة الملكية في الأردن من أصل 42 حفيد واتسمت اسم جليلة لأنه بحسب والدها ده اسم أصغر بنات الملك علي بن الحسين، آخر ملوك مملكة الحجاز الهاشمية، وبيتم تشبيهها إلى جدتها الملكة علياء بشكل كبير، وعمتها بتكون الأميرة هيا، تعرف إن عمر الأميرة جليلة بنت علي بن الحسين بيكون 17 سنة؟ فهي من مواليد 16 سبتمبر 2005 وتخرجت الأميرة جليلة من أيام قليلة من الثانوية العامة من مدرسة كينجز أكاديمي وكان نشر أبوها الأمير علي بن الحسين صورة لبنته خلال حفل تخرجها مع أخوه ملك الأردن الملك عبد الثاني مع ابنه الأمير هاشم ما هو الأميرة جليلة والأمير هاشم من نفس السن وتخرجوا من نفس الأكاديمية وقتها اتصورت صورة مع عمها الملك عبد الله وظهر شبه واضح بينهم كتير جدا وبكده يكونوا بقوا أصغر أبناء الملك عبد الله وأكبر أبناء الأمير علي طلبة جامعيين رسميا الأميرة جليلة بتحب الفروسية جدا وسنة 21 بقت رئيس الفريق الأردني في سباق المتين واحتل الأردن المرتبة الستة ما بين 25 فريق وعلى طول بتحظى باهتمام جماهيري ملوش مثيل لما بتتابعها عدسات كاميرات المصورين وبتكتسح صورها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن لو عجبتك الحكاية شير كتير بقى مع أصحابك استنونا في حلقة جديدة من حكايات عن مصر